وضع الهواتف حاليا مثير جدا، ففي عنا هواتف طنطا وهواتف بلا حواف وكاميرات تطلع وبتنزل وهيك، لكن في فئة بتحب هاتف متكامل ويكون شكله عادي، لكن المهم انه يعمل كل شيء بيعمله الهاتف بشكل قوي. مرحبا، كيف حالكم اصدقائي الرائعون المستر اي؟ وافضل جهاز ممكن تشتريه، وهي الفكرة العامة انك تشتري فلاج شيب باخر السنة لان رح تكون سعره اقل، هو الجالكسي اس 10 اي. ليش هيدا الجهاز رائع؟ خلوكم معي شوي. بالبداية هيدا الجهاز بيجي بحجم جدا صغير، فعليا الجهاز اصغر من الايفون 6. تخيل انت عندك جهاز ب 5.8 انش اصغر من الايفون 6، هيدا الجهاز بينحمل معك بكل بساطة. غير هيك جهاز مصنوع بشكل ممتاز، اطار من الالومنيوم، زجاج غوريلا جلاس 5 من الامام والخلف، مقاوم للمياه IP68. لاحظت شغلة بتجربتي مع الجهاز، انه ما بعرف شو عامل سامسونج، لكن الجهاز ما يتزلق بالايد، فمسكة الجهاز جدا مريحة. البصمة على جنب جدا سريعة، لكن اذا حاطت كفر رح يبعد اصبعتك عن البصمة. هي الشغلة زعجتني شوي، مع انه بطارية الجهاز 3100 ملي امبير، لكن اداء بطارية الجهاز ما يعتبر متوسط بل يعتبر قوي. يمكن لاني عم استعمل نسخة السناب دراجون. فعليا نسخة السناب دراجون من الاس 10 او الاس 10 اي او اي جهاز من سامسونج بتوفر طاقة شوي اكتر من الاكسينوس، لكن بكل الاحوال اتوقع حتى نسخة الاكسينوس رح تكون البطارية عليها كويسة. وطبعا دايما لما يكون جهاز فلاكشيب بالاداء ما في اي حكي، سناب دراجون 855 6 جيجا بايت رام، والاداء طيارة النار. الشحن السريع اكيد موجود عبر USB Type-C، وفي عنا منفذ سماعات، هيدا من اخر هواتف سامسونج الفلاكشيب رح ينزل منفذ سماعات، مثل ما شفنا الجالكسي نوت 10 والنوت 10 بلس نزلوا بلا منفذ سماعات، وهيك رح يستمر الوضع. تصوير الجهاز رائع، لكن منه أحسن كاميرا بجهاز، هي فقط معلومة. بينما إذا رح تشتري هيدا الجهاز لحتى تصور، نعم فينك تصور سواء بالكاميرا الأمامية أو الخلفية، الصور بهيدا الجهاز رائعة، خاصة أيضا الوايد أنجل، فالزاوية العريضة عاملينها صح وبتصور صور حلوة. لكن لاحظت السلو موشن والسوبر سلو موشن، تصوير الفيديو البطيء نوعا ما سيء، يكون نويز كتير إذا ما الإضاءة ممتازة جدا أو بالشمس، فحتى بإضاءة الغرفة المعقولة يطلع الفيديو فيه شوية غباش. لكن أكتر شي بحبه بهيدا الجهاز المصنعية الرائعة، وإنه الشاشة مسطحة منا منحنية، فالكتابة أسهل واستعمال الجهاز أسهل، ونفس الهول بانش رائعة جدا كمظهر، أحلى بكتير من النوتش. وبس متمنى ما أكون طولت عليكم، أي سؤال عن هيدا الجهاز لأني جربته فترة طويلة ففيني جاوبكم. شوفكم بالفيديو الجاي، شكرا جدا على المشاهدة، سلام مرة ثانية، سلام.